عاد بن زيدان، عودة الآن لمصلحة نادي جنين. ساري جاد الله لاعب بمهارات عالية، حفظ الكرة لا زالت محصورة واللعب في وسط الملعب، عدا كرات طائشة هنا وهناك. ساري جاد الله يبحث عن اللي هي المحاولة لوجود ثغرة في دفاعات نادي أبناء القدس، في رصيد نادي أبناء القدس الفريق الذي يمثل العاصمة. فريق أبناء القدس تأهل لدور الـ16 على حساب جبل مكبر. وضعية الفريقين في بطولة الكاس، لسبيدات في منطقة الجزاء عند جنين، راحت هاي، مرتدة هاي، يلا يا جنيني يلا صوت بها فريق هلال القدس اللي هو هاي بينية. خيالي خيالي هذا الجنيني، عالمي عالمي يا ولد، جول هو ساري ومن غيره يعزف أجمل الألحان. هاي ريادة حطها باليسار. مباريات اليوم الجمعة لهذا الأسبوع، ثلاث مباريات. جنين في صندوق الجزاء، راية دم العنصر والحلقة والتي تفتقر لها معظم الأندية في فلسطين. الكرة الآن لجنين، راية ضبط يعني يسار يا جد الله أنت رايق يا ولد. منطقة تسلل، اللاعب الذي يستلم كرة وقادم من منطقة التسلل دائما تحتسب بهاي الحالة. هاي محاولة لجنين، هيأ كرة يا الله. رصيد 24 نقطة، رصيد تهديفي مميز وموقع مميز على اللائحة في منطقة دافئة غير خطيرة. والآن أحمد الخطيب يلعب الكرة البينية، يا سلام على الأناقة على الرد.